بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي: ومن عقوباتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومن عقوباتها، أي عقوبات المعاصي، أنها تصغر النفس وتدسيها وتحقرها. والتدسية: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التدسية هي هوان النفس، هوان النفس وتغطية، كالذي يغطيها بالتراب بدل أن يرفعها يخفضها، فالمذنب يكون ذليلا. هذا شيء واضح، أن أهل المعاصي يكونون أذلة بين الناس، يذلهم الله بمعصيته، ويكون عندهم انكسار أمام الناس، لأنهم يعرفون أفعالهم فيخجلون، خلاف أهل الطاعات، فإن الله جل وعلا يرفعهم بها ويكرمهم بها، ويكون لهم قدر عند الله وقدر عند الناس ومكانة. هذا شيء واضح، الفرق بين أهل الطاعة وأهل المعصية شيء واضح. تجد عند أهل الطاعة رفعة وعزة، كرامة، طيب نفس. تجد المذنبين على العكس من ذلك. الله جل وعلا يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكونون مثلهم في كل الوجوه، لا في الجزاء ولا في القدر ولا في المكانة ولا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. تنمي النفس. الطاعة تنمي النفس وتزكيها، المعصية تصغر النفس وتقللها وتحقرها، والطاعة تنميها، تزيدها عزة وتزكيها، تطهرها. قد أفلح من زكاها. زكاها بأي شيء؟ زكاها بالطاعات، فالطاعة زكاة النفس، كما أن المال يزكى بالصدقة، فالنفس تزكى بالطاعة. الله جل وعلا قل: قد أفلح من زكاها. عندنا آيتان: آية تنهى عن تزكية النفس، وآية تأمر بتزكية النفس. فالذي تنهى عن تزكية النفس يعني مدح النفس، لا تمدح نفسك وتعجب بنفسك، هذا منهي عنه. وأما تزكيتها بالطاعة فهذا مأمور به. نعم. كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى: قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها، وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. وأصل التدسية الإخفاء، ومنه قوله تعالى: أم يدسه في التراب. فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها، يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به، قد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى. وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو،
فما صغر النفوس مثل معصية الله، وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. فصل. ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ وإذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. ومثل القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل احتوشته الآفات. وفي الحديث: الشيطان ذئب الإنسان. نعم، كذلك من آثار المعاصي وعقوباتها على النفوس أنها تجعلها في أسر الشيطان. العاصي يكون أسيرا للشيطان، ما يخلص من معصية إلا ويقع في أخرى، ولا يستطيع النهوض ولا الإفلات من العدو. خلاف الطاعة فإنها تفك الإنسان من أسر الشيطان وتبعده عن أسر الشيطان، ويكون طليقا لطاعة الله عز وجل، ويتجنب المعاصي. المعاصي في الحقيقة أنها سجن وذلة ومهانة، والطاعات معزة ورفعة كرامة. فبدل أن تكون في أسر الشيطان تكون في حفظ الله عز وجل وكنف الله عز وجل، يتولاك الله جل وعلا، ما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم. وكما أن الشاة لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب، فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد. نعم، الشيطان ذئب الإنسان يأكله ويفترسه إذا لم يتحفظ منه، كما أن الذئب المعروف يكون ذئب الغنم يأكلها إذا لم يكن معها راع يحفظها ويطرد عنها الذئب، فإن الذئاب تفترسها. النفس بين أعدائها كالشاة بين الذئاب، تحتاج إلى من يحفظها. نعم. وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى، فهي وقاية من الله وجنة حصينة بينه وبين ذئبه، كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك. كذلك النفس كلما كانت قريبة من الله سلمت من الشيطان، كالشاة كلما كانت قريبا من الراعي سلمت من الذئب، وكلما كانت بعيدة من الراعي وقعت في الخطر. نعم. فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي، وإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم وهي أبعد من الراعي. ولهذا شرع الله صلاة الجماعة، لأن الاجتماع رحمة، والإنسان إذا صلى مع الجماعة ابتعد من الشيطان. أما إذا صلى وحده تسلط عليه الشيطان، لهذا قال حث صلى الله عليه وسلم على الجماعة، وقال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وإن الشيطان ذئب الإنسان، فأنت ما تسلم منه إلا إذا صرت مع المسلمين مع الجماعة في المسجد تسلم من الشيطان. فرق بين اللي يصلي في المسجد واللي يصلي في بيته، فرق بعيد. نعم. أحسن الله إليك. وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت منه الآفات. نعم.
والبعد من الله مراتب بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد القلب عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق. ولذلك الشيطان يحرص على البدعة أكثر مما يحرص على المعصية، فالبدعة أشد من المعصية، لأن المبتدع قل أن يتوب لأنه يرى أنه على حق، أما العاصي فهو يخجل ويرى أنه مخالف، لذلك سرعان ما يتوب العاصي لأنه يرى أنه مخالف، خلاف المبتدع فيرى أنه مصيب، لذلك صارت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. نعم. وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. نعم. فصل. ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر ساقط القدر زري الحال، لا حرمة له فلا فرح له ولا سرور، فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه جالب كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح، وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة؟ لا. الله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم عند الله ليس هو بالنسب، وإنما هو بالتقوى، ولو كان الإنسان نسبه ليس مرتفعا، إذا كان تقيا كان كريما عند الله، وأما إذا كان له نسب لكنه لا يتقي الله عز وجل فإنه وضيع عند الله. وانظر إلى بلال رضي الله عنه، عبد حبشي، وانظر إلى أبي جهل وهو عربي، عربي مخزومي من كبار قبائل العرب، انظر أشد من هذا، انظر إلى أبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم القرشي الهاشمي، ومع هذا فرق بينه وبين بلال. أبو جهل وأبو لهب لم ينفعهما نسبهما، وبلال لم يضره نسبه. النظر عند الله ليس هو إلى الأنساب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا أحد إلا عمله فقط، معك عمل فأنت قريب من الله، ما معك عمل فأنت بعيد من الله. نعم. ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي له قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة وهي الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال سبحانه عنهم وعن نبيه: ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولسان الصدق هو الذكر الحسن، لسان الصدق هو الذكر الحسن، فالإنسان يبي يذكر عند الناس، يبي يذكر، لكن إما أن يذكر بخير وإما أن يذكر بشر. نعم. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. فصل. ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار،
فتسلبه اسم المؤمن والبر والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والصالح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي وقاطع الرحم والغادر وأمثالها. نعم، كذلك أن أهل التقوى ينالون هذه الأسماء الشريفة، التقي والبر والمطيع والولي، وأهل المعاصي ينالون ألقاب السوء، الفاجر والفاسق والعاصي والخبيث إلى آخره. نعم، فهذه أسماء الفسوق، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الذي يوجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان، وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وتوجب شرف المسمى بها على سائر أنواع الإنسان، فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها، ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها، ولكن لا مانع لما أعطى. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، كون الإنسان يلقب بأنه فاسق أو يلقب بأنه مؤمن أيهما خير؟ لا شك أن المؤمن هو القريب والكريم عند الله وعند خلقه بخلاف الفاسق، والفاسق معناه الخارج عن طاعة الله عز وجل، الفسوق هو الخروج عن طاعة الله. نعم، ولكن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا مقرب لما باعد ولا مبعد لمن قرب. ومن يهن الله فما له من مكرم، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فالأمر بيد الله عز وجل، ولكن على العبد فعل الأسباب، على العبد فعل الأسباب، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الله لا يظلم الناس شيئا، من عمل صالحا فإن الله جل وعلا لا يضيع عمله. نعم، فيفعل السبب والنتيجة من الله عز وجل. نعم، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فصل، ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب، كقوله واتقون يا أولي الألباب، وقوله فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، وقوله وما يذكر إلا أولو الألباب، ونظائر ذلك كثيرة. ولذلك الطاعة عقل والمعصية جهل، المعصية جهل والطاعة عقل ورفعة. نعم، وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قمضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه هو وهو بعينه غير متوار عنه، ويستعين بنعمه على مساخطه ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنه له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه وحرمانه روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه وحرمانه روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه
والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هو سعادة الدنيا والآخرة، ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، بل قد تكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة، فهذا من هذا الوجه. وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عاقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. لا. ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريقة تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضاء من النعيم كله في رضاه، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه، ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم، مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يفي به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه. ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم. نعم، أهل الطاعة والذكر لله عز وجل هم الذين يتنعمون بالدنيا بطاعة الله، بخلاف أهل الشهوات فإنهم لا يتنعمون فيها، وإن نالوا شهواتهم لكنهم في ذلة وفي خمول، فاللذة إنما تكون بطاعة الله عز وجل. ولذلك المتهجدون يتلذذون بقيام الليل ألذ من الطعام والشراب، ويتلذذون بتلاوة القرآن، يتلذذون بالطاعات، فلذة الدنيا إنما هي بالطاعة. نعم. ولا يشوب تنعمهم بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما، وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام، فالأمر كما قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر والمسك بالرجيع، ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فصل. ومن أعظم عقوباتها أنها توجب كذلك كما في المثل الطيور على أشباهها تقع، فتجد أهل الطاعة وأهل العبادة يكون بعضهم مع بعض ويألف بعضهم بعضا، تجد أهل المعاصي بعضهم مع بعض ينعزلون، ما يمكن يجلس مع الطيبين. وكذلك العكس، أهل الطاعة ما يمكن واحدهم يجلس مع أهل المعاصي وينبسط معهم أبدا، كل يجلس مع نظيره وكفئه ومثيله. نعم. أحسن الله عليكم. فصل. ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رخاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير. الصلة بين الله وبين عباده بالطاعة، والقطيعة بالمعصية، فإذا عصيت الله فقد قاطعته، وإذا أطعته فقد واصلته. كونك تواصل ربك لا شك أن هذا أحسن لك من أنك تقاطع الله عز وجل. نعم. فأي فلاح وأي رخاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه ولا عوض له عنه،
واتصلت به أسباب الشر، ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له، فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه. فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقى بين، جاء في الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. معنى احفظ الله احفظ طاعة الله، يحفظك الله، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقى بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. وقد قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول سبحانه لعباده: أنا كرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره، فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما له وتشريفا، فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه، فعصى أمري وخرج عن طاعتي، فكيف يحسن بكم بعدها أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني، فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي، وهو أعدى عدو لكم، فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته. ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء، فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه. وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال، هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم، فكيف إذا كان عدوكم على الحقيقة؟ ذكر الملك هنا من باب ضرب المثل، ولله المثل الأعلى. أنت إذا عاديت أعداء الملك فقد عاديت الملك، هذا شيء واضح. لا يمكن أنك توالي الملك وأنت توالي أعداءه. مثال. نعم. والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يجب عليك أن تعادي أعداء الله وأن تحب أولياء الله. نعم. والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب. العداوة التي بين بني آدم والشيطان أشد من العداوة التي بين الشاة وبين الذئب، لأن الذئب يفترسها، الشيطان يفترس ابن آدم أيضا. نعم. فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله: وهم لكم عدو، كما نبه على قبحهما بقوله: ففسق عن أمر ربه. فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته، فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا. ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو: أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي، فكانت معاداته لأجلكم، ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينه وبينكم عقد المصالحة. فصل. ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا. قد يكون الإنسان عنده عمر طويل وعنده مال كثير، ولكنه لا بركة في هذا العمر ولا بركة في هذا المال، فماذا ينفع؟ لا يستفيد منه شيء. فالطاعة تبارك العمر، والمعصية تنقص العمر تنقص بركته، لا يستفيد منه صاحبه. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. المدار ما هو على كثرة العمر أو كثرة المال، المدار على البركة،
كونه مبارك. المال إذا كان مباركا ولو كان قليلا فيه الخير، كذلك العمر إذا كان مباركا ولو كان قليلا فيه الخير، المدار على حصول البركة. نعم. والبركة إنما تحصل بطاعة الله عز وجل. إذا أردت أن يبارك في عمرك ومالك عليك بتقوى الله عز وجل. نعم. وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته، وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين. الروح السلام عليك. وإن الله جعل الروح والفرح في الأرض في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد: أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد. وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق بالبركة فيه. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، فالحياة البهائم خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله، ولا تعوض عنها بما تعوض في الدنيا، ولا تعوض ما عنها بما تعوض في الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا من عن هذه الحياة. فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق، ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة عمن غناه وحياته وكماله وجوده ورحمته من لوازم ذاته. وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض. وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم، وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع، لما في مقارنة اسم الله من البركة، وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض له. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي يبارك وحده، والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في 6 آيات من كتابه. فلا مبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى ألوهيته ومحبته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه، وكل ما باعده عن نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه،
وكل ما كان قريبا من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان من وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدو وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل. وكل وقت عصي الله فيه، أو مال عصي الله به، أو بدن أو جاه أو علم أو عمل، فهو على صاحبه ليس له، فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا فمن الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها، ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو 10 سنين أو نحوها. كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها. وهكذا الجاه والعلم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. وفي أثر آخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، فهذا هو الذي فيه البركة خاصة، والله المستعان وعليه التكلان. فصل. يكفي.